بقول لك يا زمارة، ايه هو ده المكان اللي بيصوروا فيه؟ انت بتسألني انا ليه؟ مش هو اللي جايبنا؟ يا مسوري، هو ده المكان اللي بيصوروا فيه؟ اه هو ده. ايوه هو ده. ايوه هو ده. ايوه وبعدين يعني؟ طب وبعدين صحيح؟ طب وبعدين؟ وبعدين مش عايز كلام كتير عشان ادافع فلوس كتير عشان ندخل هنا. ندخل فين؟ دجننا حقيرة. قال لما حد قال لنا انتوا رايحين فين وداخلين كده عادي. عشان انت غبي، دي جنينة سرية. ليه؟ مزروعة في الخباثة؟ أنا مش عايز لطافة بقى، مش عايز لطافة. لما أنت ما تكلمنيش بالأسلوب ده، أنا زي ما أنا عايز أقول لك. يا عم أنت غبي، أنت غبي. خلاص يا زمارة، أنت بتدور على إيه؟ خلاص يا سلام. معلش يا زمارة، بس إيه؟ معلش معلش بس يا حبيبي، بس أنا دخت. هاتولي اتنين فول وواحد بطاطس. ولا أنت بتتوحم ولا إيه؟ ما تستعملش. طيب أنا آسف، معلش. مش عايز بقى كلام كتير ورغي كتير. أنا دافع فلوس وحارق كروت شحن بالهبل عشان أدخلكوا هنا، مفهوم؟ بقول لك إيه؟ فلوسك على الجزمة، وأي حاجة أنت بتصرفها إحنا بنديها لك. تدوني إيه يا شحاتين يا أولاد إمبابة أنتوا؟ احكي لي نفسك يا عمرو. خلاص يا خلاص في إيه؟ خلاص يا عسلية، خلاص خلاص. بس بقى أنتوا جايين هنا عشان تتخانقوا وتتنقروا؟ في إيه؟ بس أنا دخت. أنا آسف يا عمرو، ما تزعلش مني. بقول لكم إيه، لو ما ظبطتوش نفسكوا همشي. ما تمشي أفراح. يلا امشي أنت يا عمرو. مش ماشي. إيه البلادة دي؟ بقول لك إيه؟ أخونا ده مكسيكي يعني بيتكلم عربي ولا إنجليزي ولا فرنساوي؟ الراجل ده بيتكلم مكسيكي برازيلي ست كلمات عربي. أوه بس سيب لنا العربي ده. خلاص وأنا سيب لي المكسيكي. مكسيكي إيه اللي عليك؟ بقول لك عالمي عالمي، يعني بياكل عالمي، اشرب عالمي، امشي عالمي، اتكلم عالمي. بس يبقى محتاج واحد عالمي عشان يتكلم مع العالمي. بيتكلم صح. عالمي مع العالمي. يلا يا جماعه هنبدا تصوير. ايه ده؟ هو ده اخونا عمرو؟ اه هو ده. شكله من الكتكات. غبي، طالما لابس النضاره دي يبقى من المكسيك. بس اتفاهم انت يا ابني، ما هم شبهنا وفي عندهم كمان في المكسيك كتكات. بيقول لك بتبيه، حرام عايز يخش يعمل بيبيه، حرام يغني كده وهو مسنوق. انا مش عايز صوت هنا. انت بتزعق ليه يا عم انت؟ لا نادول المخرج اللي هنا بقى. انتوا مين وتابع مين؟ ايه يا عم، احنا بنفهم كلامك بالعافيه، وتحترم نفسك بدل ما بدي ايد عليك بقى. يا زماره انت بتستقبل، انت عايز تودينا بتاعي؟ انت عارف ده مين؟ مين شغالنا في البوفيه؟ لا انا مساعد المخرج الاول. ومين اداك المركز الاول انت؟ قال له استاذ. استاذ ايه بس؟ كل الكادرات غلط. ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ عيب، ما صحش. في كادر نضيف عسليه؟ مفيش اي كادر نضيف. بقول لك يا زمان، ايه رقم تخرج انت؟ الله عسليه، ده انا حاسس ان انا موهوب في الاخراج بس ما اخرجتش قبل كده. الموضوع سهل يالا، هجيب الكاميرا هات اب. يا سلام. هات ام. هات اب وهات ام؟ اه. وعيالهم. ونجيب عيالهم في كادر كده. الله يا عسلية. بقول لك ايه، اتقبل لاخويا من عينيا، هجيب لك باب. باب يلا. بقول لك ايه، عايزين نوزع ده. ماشي. بقول لك ايه، روح انت بقى شويه بقى، ما تبقاش اناني يا اخي. ايش افراح مشيل الراجل ده. ايه مخرج؟ ايه يا قلبي المخرج؟ انا بشتغل استايلست وكنت عايزه اخد راي حضرتك في موضوع مهم. عينيا 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 فين بس؟ عينيا. اتفضل. الله، اول مره اتفرج على تلفزيونين. هنعمل ايه؟ هات لنا القناه الثانيه. اعلي الصوت شويه. معلش. هتعلي ايه يا ابني؟ ده اخوكوا برضه. طب سيبوني بقى عشان اركز. اتفضل يا استاذ. سوال بسليم. ساوي السليل. انفكشن فاكشن اللي هي بتاع التلفزيون دي. انفكشن. سو جايز. جايز يا استاذ. هاتوني المودلز. مودلز اخرج يا سمحت. هتشوف ايه تاني يا ابني؟ ما هو اخوكوا برضه. سيبوني اركز بقى. اتفضل يا استاذ. غيروني المطرب ده. غير مين؟ تضرب اخوك يا زماره؟ ايوه اضربه، ما تخليش امد ايدي عليك انت كمان. وتضرب عسليه يا زماره؟ ايوه اضربه بس بقى، ما تخليش اقوم اضرب افراح يا كمان. بس بقى يا ابني انت، هو بقى بس بقى. سينيوري انطونيو، دي اوراقه. بتكلمه ده عربي؟ انت مال اهلك انت؟ اسكتي وحياه امي روحك حفله. سينيوري س
فيه؟ دي اوراقه اثبت ان ماميته الولاده دولو ماميته امبابو بابيتو. الواد ده مش جاي معايا وحاسس ان انا شفته قبل كده العسلية. انا شفتك قبل كده برنس. سنيوري انت ده هيودينا في داهيه. انت تخرسي خالص، انت سبب البلاوي دي، اسكتي خالص. سنيوري باباتو انت اتجوز باباتو اتجوز ماماتو دول ماماتو يبقى دول بقى اخواته سي يا فرحتك باخوك المكسيكي يا بنتي يا افراح الدم حناته جنهاتو اسال على جنهاتو جنهاتو سي معلش بس بيقول لكم الدينارات المكسيكي خلصت وهو بس عايز فلوس مصري عشان يحاسب العمال والفنانين. حاسب يا عم في ايه يا جدع؟ اخوك يا جدع. اخو مين يا عم؟ احنا جايين طمعانين فيه اصلا بقى. بص هو بيفهم عربي بقى. خلاص ما تخلينيش اعملها معاه. خلاص بقى اقول لاخويا مش اخويا. تسكوزات ما خلاص بقى زمارة بقى عايزنا موته. ما خلاص بقى هو عايز كام يعني؟ اي 2000 3000 جنيه بس كده عشان يحاسب الناس. ايه 2000 ايه 200 جنيه 300 جنيه هم اللي معايا. بعدين هناخدهم منهم بعد كده. اصبر بس. اخوك اولى عسليه. اسمع بس. هما اللي معانا 300 جنيه. عسليه لو اديتهم الفلوس دي انا ممكن اتبرى منك. يلا هناخد منه. خليك غبي. خلاص ادي له 200 وهات 100 ليه. هما 200 بس اللي معانا. 200 شغلاته. كده هو مكسيكاتو؟ لا يا عم انا مش هسكت غير لما اعمل للواد ده تحليل ال 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 ايه عشان اتاكد ان ده اخويا ولا لا. يا عم اعلى مفخلك اركبه، انا بعمل عشان مصلحتك. يلا اتكلوا على الله بقى، عايزين اقعد مع الفنان. يلا اتكلوا على الله. انت قاعد مع الفنان لوحدك؟ خليه يسمعنا حاجه من اغانيه المعفنه دي. اتفضل حبيبي. سمعنا حاجه من المعفنه. سي بس يا اخويا ما تعرفش تعزف. دي يا استاذ. يلا استاذ سمعوا استاذ. يلا دي حاجه كده اجنبيه كده. ها اديني.